اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة شوف تيفي ومرحبا بكم في هذا الفيديو من مدينة دار البيضاء مقسم من سوق القرية. إذا كتشوفوا معنا سوق القرية يوم الأحد ما عمرو كان بحال هكا، سوق خاوي. واش الناس مشات تشري الحوانت ديال العيد؟ ما عمرو كان بحال هكا. كتلقى وهاد الدنيا كتمشي تبيع 20 بلاصة الكلاب بلاصة الفراخ، هنا بلاصة ديال الفراخ ما تلقاش بلاصة. هنا جينا لقينا الدنيا خاوية، بلاصة الحمام هادي تاهي مفيها حتى شي واحد، بلاصة ديال الكلاب شوية، يعني الناس حلال لي جاو، يوم الحد يكون أغلبية مشاو خرجوا السواق باش يتغداو العيد، الله يحسن العوان، وحتى الناس لي مجاوش، الناس لي غيشريو تا هما مجاوش، هادي هي القرعة. مشينا للبلاصة ديال الكلاب لقينا شي دراري قرايين اللي جاو، بلاصة الحمام هاي هادي بلاصة ديال الحمام مفيها حتى واحد، فراخ شوية الناس اللي جايين، شوية اللي جايين، يوم الحد الناس تكون خرجات للسواق تقدا، لا بالنسبة للبيع لا بالنسبة للناس اللي كيشريو اللي كيبيعو تا هما، ولا الناس اللي غيجيو يشريو. جوجو مكاينينش، الله يحسن العوان، عمرها كانت القريعة تكون بحال هكا. كيما شتو معنا مشاهدي قناة شوف تيفي، راه شتو معنا التصوير اللي درنا في ضواحي مدينة الدار البيضاء بالنسبة للسبيت ومديونا، مشينا نشوفو الرحبة ديال الغنم اللي كنلقاو الأثمنة طالعة بزاف. راه الله يحسن العوان، راه المواطن ما يقدرش يبقى صابر مع هاد الأثمنة اللي كاينة، راه ما يقدرش يجلس هاني ملي كدور كتلقى الأثمنة طالعة بزاف، راه ما يمكنش تجي وتمشي تريح ترتاح، عتعاود تمشي لسوق أخرى، عتعاود تمشي لبلاصة أخرى، عتعاود تمشي. درويش راه صعيب يعيل. كاينه واحد الحرارة، واحد الشمس قاسحة بزاف، يعني الناس اللي كاينين هنا جايبين الفراخ، ولا الناس اللي جايبين الكليبات ديالهم، هاد الناس طالبين شي أثمنة طايحة بزاف، العرا يبيع شي حاجة. السوق خاوي بزاف، مكاينش حتى واحد. بعض البيع والشراية راه باقي مساكن، وقفت سولت شي وحدين، راه باغي يتسفير، باغي يبيع شي حاجة باش ويتحرك من هنايا. هي راه جايب ترونسبور، هادي مايمكنش ما نبيع والو، نخسر فلوس ترونسبور. وما نشوف كيما كتشوفو السوق كيدير، فيه غير مضاربة، فيه غير مضاربة.
فيه غير مضارب بنادم طالع لي الدم ما صابرش، بنادم ما صابرش فيه غير مضاربات قريبا. ولا الكنار كيدير الفرخ ديال الكنار كيبدا ب 80 درهم، الفرخ ديال البيروش كيبدا من 300 ريال هنايا، كيبان لك راه ما بقى والو. هاد البلاصة راه ما تلقاش فيها بلاصة في هاد البلاصة. نمشيو نشوفو شي وحدين حاطين شي حمام وشي حاجة، شوفو شنو كاين. حرارة ولي يعطينا أكثر طامع فات شوية ديال الكود هذا حرارة شي مزيان لحظة اليوم راه الناس تتحدى علاش ما جاوش السوق خاوي الشمس كلشي كلشي قهرات الشمس. شكرا لكم مشاهدي قناة شوف تيفي، إلى حين إن شاء الله.